اهلا بيكم في اخر فقره مع نجوم الفريق اللي كسبوا وحققوا كاس مصر، وقعده اللاعبين بتكون قاعده مختلفه كتير قوي عن اللي نتكلم عن النواحي الفنيه بقى والاداريه، يعني بتكون مختلفه لان هم بيطلعوا حاجات كتير عايزين يغيروا اجواء. فاحنا النهارده في اخر فقره هنغير اجواء، بس خلينا نرحب بنجمنا كابتن مصطفى وهبه حارس مرمى الفريق الاول بالنادي الاهلي. كابتن مصطفى الف مبروك. الله يبارك فيك يا كوتش. الف مبروك على احسن حارس مرمى. ربنا يخليك. طب الكاس احسن ولا حارس مرمى؟ لا الكاس طبعا مش مهم. من ورا قلبك شويه دي. بس لا مش مهم كاس احسن، اهم حاجه المكسب. الحمد لله اهم حاجه المكسب. خلينا نرحب ونجمنا محمد عبد الستار نجم النجوم النادي الاهلي في كره المايه. كابتن محمد بنرحب بيك. اهلا بيك يا كابتن. الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن. ربنا يخليك. كانت بطوله صعبه؟ طبعا بطوله صعبه. لسه هنتكلم على صعب. وخلينا نجدد الترحاب بكابتن محمد ابو زديره كابتن الفريق. كابتن محمد منورنا. بنورك ربنا يخليك. خلاص بقى كده نتكلم عادي صح؟ براحتك كده. خلينا نتكلم مع الجول كيبر الاول. الجول كيبر اكيد عليك عامل كبير طبعا جدا طبعا. اسالني انا 60 او 70 او 80%. لا انا شايف ان انت 90%. وانا برضه. قول لي بقى، قول لي يا مصطفى عملتوا ايه؟ والله طبعا ماتشات كانت صعبه جدا. لعبنا فرق محترمه، نادي الجزيره ونادي هليوبلس. ماتش الفاينل كان ماتش كووتر بولو نفسه، كجمهور بيتفرج بره الجمهور كله استمتع. الفرقتين قدموا ماتش كويس جدا. الماتش كان رايح جاي، كنا خسرانين فرق 3، قدرنا نرجع تعادلنا، تقدمنا، رجعوا لغايه في الاخر ضربات الجزاء وابتسمت لينا الحمد لله. ابتسمت لينا الحمد لله. محمد 8-5 النادي الاهلي خسران وانت بتلعب في ارض الملعب، الموضوع شكله ازاي؟ رعب يا كابتن خالد. رعب. عجبني الكلمه رعب. يعني عايز اقول لحضرتك كان السكور 8-5 ده كانت لحظه احنا كلنا يعني اتهزينا فيها. الحمد لله ان احنا عرفنا نرجع بسرعه، الحمد لله ان احنا عرفنا نجيب جون والتاني بسرعه وتعادلنا بسرعه 8-8. ساعتها الماتش فرق وساعتها ابتدينا نشم نفسنا كلعيبه ان احنا نلعب، يعني في ماتش ان احنا الماتش ما ضاعش مننا الحمد لله. 8-5 ابتدينا نتهز، بس الحمد لله يعني ربنا رجع لنا ثقتنا في نفسنا الحمد لله. الحمد لله محمد 8-5 هزه، 8-8 تعادل، والفرقه بدات تفوق مره ثانيه. يعني زي ما عبد الستار كان بيقول فعلا كان رعب، ان احنا هي كانت قشايه يعني الكسر والماتش هيفتح مننا، ويا اما ان احنا نلم نفسنا تاني ونعرف ندخل. عبد الستار حتى هو اللي جاب لنا جول التعادل اللي هو بس انا كنت متاكد انا كنت متاكد ان احنا هنكسب، يعني حتى لو السكور 8-5 ده بجد بعدها حسيت والله والله. يعني واحنا 8-5 حتى انا متاكد احنا ان شاء الله نعمل كامباك وهنرجع حتى في البينالتيز. احنا ايوه ليه؟ لا 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 هي انا واثق في فرقتي، واثق في نفسي، واثق في مدربي، واثق في ادارتي. فحسيت ان انا يعني ما راحش مني في فتره في الماتش اللي احنا ممكن لا قدر الله نكسب. اول ما جبنا السادس الموضوع عندك اختلف. لا اول ما جبنا الثامن كمان. الثامن يعني اول ما جبنا 8 يعني 8-5 ابتديت طبعا بيبقى في حبه توتر طبعا موجودين. اللي انا ما استقبلش جون تاسع عشان فرق 4 غير فرق 3 اكيد. وابتدينا 8-6 8-7 اول ما 8-8 كمان اتعادلنا قلت خلاص ابتسمت معاك لعبت لعبت تمام. اكيد في الهزه بتبقى عندك شخصيه البطل وهي شخصيه النادي الاهلي. بالظبط. وهي الحمد لله شخصيه جت ان احنا ربنا كرمنا الحمد لله ان الكاس مع الفريق ده هو الفريق كله الحمد لله قدر ان هو يحافظ على نفسه وان هو ما يخسرش الماتش نفسيا قبل ما يخسره فعلا. وهو ده اللي ساعدنا ان احنا فعلا ان احنا نرجع ننافس تاني ونرجع نجيب ال 8-6 وال 8-8 وحتى ايفن احنا بقينا الليدنج بعد كده كمان ان احنا نجيب احنا الجون التاسع وكده وهم اللي خسروا. هخرجك شويه من ووتر بولو وهقول لك صراحه انت كابتن الفريق بقى اسالني برضه لما اكون كابتن فريق في وجع دماغ في الفرقه في 2 3 لعيبه كده منهم جول كيبر عليه اكيد عاملين وجع دماغ في الفرقه عايزين نخرج بره ونخش في الكواليس يا محمد بصراحه. والله هي شخصيه الفريق الاهلي مختلفه عن شخصيه اي نادي تاني، ان انت تعرف تبقى كابتن فريق وان انت تعرف تدير الفريق طبعا ده بتبقى صعبه جدا. بس يعني شخصيات متعبه، بس على قد كده على قد ما هي بتديني انا ككابتن فريق بتديني السبورت الكامل ان هم يقدروا ان احنا نساعد الدنيا وان احنا نقدر ان احنا نحسن واي ازمه نعرف نعديها. ما اتكلمتش على مصطفى. ما هو اكبر مشكله عندك في الفرقه من غير ما اعرف. خلي بالكوا انا فعلا مش يعني مش بعاشر، بس انا شايفهم قدامي وعلى طبيعه لعيب عارف ان حارس مرمى زمان كنت بعمل مشاكل، فاكيد حارس المرمى هو اكبر مشكله عندك. مصطفى ليه معامله خاصه يعني. أيوة. هو دكتور فالواحد لازم يديله برستيج كدكتور يعني عامله كدكتور. قول لي الموضوع عندك صد خسرتهم يا مصطفى خسرنا
كسبتهم يقول لك احنا ابطال صح؟ وانا خسرتهم كتير. لا الحمد لله وقت المكسب هو موجود يعني. طبعا مسؤوليه كبيره جدا جدا الجون. ممكن هم كفيزيكال كمجهود بدني طبعا بيتعبوا اكتر مني كتير، بس انا مجهود بدني ونفسي. لان انا هو لو يعني مدافع لو غلط، لو مهاجم غلط، في مدافع في حد تاني هيشيل، انا لو غلطت ما فيش حد هيشيل. عايز اخدك بره الملعب شويه. اتفضل. بتعمل معاهم ايه؟ والله هم كلهم، احنا دلوقتي طبعا الفريق فيه احلال وتجديد، ودي كانت اصلا نقطه حلوه قوي اللي احنا نكسب البطوله، واحنا معانا ناشئين كتير جدا. معانا ناس مواليد 2002 و2001 و2000، متوسط الاعمار اصلا صغير جدا في الفريق. فطبعا انا دلوقتي طبعا انا وكابتن محمد وكابتن عبد الستار يعني لعيبه كتيره دلوقتي، اربع او خمس لعيبه هم دلوقتي الاكبر سنا. فكنا علينا واجب كبير احنا نحتوي الناس اللي تحت، نبقى تيم كلنا مع بعض. طبعا في 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 كل واحد عنده اشغاله وحياته، كنا ازاي نوفق بين الرياضه ونوفق بين شغلنا. والحمد لله في الاخر يعني انا مبسوط ان اول بطوله للناشئين حتى معانا خدنا فيها الحمد لله اول. تمام. محمد بره الملعب تاني، وهصمم ان انا بره الملعب مش جوه الملعب. مصطفى بيعمل ايه؟ مصطفى بيعمل حاجات كتير. ايوه انا عايز حد يتكلم معايا. اتفضل. لا مصطفى يعني على المستوى الشخصي. أيوة. يعني جميل جميل. ادينا موقف يعني، ادينا موقف نقدر نحكيه على الهواء لمصطفى. موقف لمصطفى اكيد بيبوظ الدنيا كلها. لا هو الهزار كده كده موجود يعني. انت لازم يعني من ان الاخر كده يبقى فيه هزار عشان تفك بس التنشن اللي بيبقى موجود، لان احنا بنبقى انا بقى اللي بفك التنشن. انت مصطفى يعني بيقوم بالدور ده يعني كويس يعني. وقت ما كابتن محمد يقول له خلاص يبقى خلاص. خلاص طبعا ده اكيد طبعا. لازم. طبعا لازم. خلينا نبص للبوتر بول بشكل مختلف. وانا قاعد بتكلم مفيش احتراف. الموضوع ده محزني على لعيبه انا شايف ان هم يقدروا يحققوا المرحله دي. هو فيها كابتن خالد بس قليل يعني. او العدد بتاع اللعيبه اللي بتحترف بره بيبقى قليل. كان عندنا امثله قبل كده، كان عندنا حاتم الغنام من هليوبلس، كان عندنا خالد ماهر من عندنا في النادي. بس هي الفكره كلها ان انت حياتك هنا الموضوع صعب شويه. انت لازم تشتغل ولازم تتمرن ولازم تلعب رياضه، ولازم في نفس الوقت لازم توفق ما بين الحاجتين. المستوى بره اعلى شويه مننا، محتاج كونسيستنسي اكتر، محتاج ان انت تبقى بروفيشنال اكتر. تسيب بقى كل حياتك وتسيب دنيتك وشغلك وكل ده وتتجه لووتر بولو بروفيشنال. بس ما عندناش في مصر احتراف. ما عندناش لا بس احتراف متكامل يعني. صعب. صعب ليه؟ ليه صعب؟ هو انا زي ما بقول لحضرتك كده يعني، هي اللعبه في مصر عندنا البوبولاريتي بتاعتها مش عاليه. مختصره فعلا على كوميونتي صغير زي ما ابو زدير قال. قصه ان انا احترف بره ديت محتاجه مني مجهود، ومحتاجه من ان انا ابدا من بدري. يعني محتاجه ان يبقى في حد بيشوفني، محتاجه ان انا اخرج العب بطولات بره، محتاج سبوت كبير على الووتر. حد يعمل سكاوتنج على الفرقه. يبص على اللعيبه في مصر عامله ازاي، يشوف مين اللعيبه الكويسه اللي ممكن تبتدي تلعب بره ويبقى ليها مقومات ان هي تلعبها بره. مصطفى قول لي، عملت المدير الفني دانيان عامل معاه ايه؟ علمته عربي؟ لا لسه؟ لا مش علمته عربي، بس هو يعني هو بروفيشنال جدا يعني. هو في وقت التمرين هو مدرب، وبره التمرين هو صاحب لينا، قريب لينا، واثقين جدا فيه، هو واثق فينا. ف يعني التعامل ما بيننا من دي وان يعني، من دي وان، من اول ما وصل احنا كنا قرينا السي في بتاعه وعرفنا هو قد ايه حجمه كمدرب ووتر بولو على مستوى العالم. عرفنا احنا معنا مدرب كويس قوي، والحمد لله بالنتائج يعني. احنا دخلنا ثلاث بطولات من ساعه ما ديان مسكنا، الحمد لله خدنا اثنين وما وفقناش الحظ في واحده. خسرنا السنه اللي فاتت من الدوري من نادي الجزيره. بس ان شاء الله بقى الحلم الكبير قوي 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 ان شاء الله اللي احنا نبقى مع حضرتك كمان 3 او 4 شهور واحنا واخدين الدوري. ده الحلم الاكبر لينا يا رب باذن الله. بنحلم مع بعض بالحلم الاكبر ده حقيقة. وانت عايز تاخد اجازه يعني ازاي الاثنين متناقضين شويه؟ لا طبعا احنا بنقولها طبعا كهزار. احنا يعني انت هيقول السبت كله في مواعيده بيحاول ان هو موجود، لان طعم المكسب حلو. فانت بتبقى دايما عايز ان انت تاني لما وانس ان انت نادي الاهلي بالظبط، ونادي بطولات يعني طبعا ما تقدرش تقول حاجه ثانيه. بصراحه شديده الخواجه اضاف ايه للعيب في النادي الاهلي؟ لا اضاف كتير يعني. الواحد بيقول لي يا ريته كان من زمان لحق من وانت صغير كان هو صغير كان فعلا. لا طبعا الخبره مختلفه تماما. اسلوب التعامل النفسي مع اللعيب، اسلوب التعامل البدني مع اللعيب والاعداد ليه، و
التكنيكاليتيز اللي بيعلمها لك، البوزيشننج بتاعك كوقفه ملعب، كوقفه كانت كلاعب نفسك انت بتعملها ازاي. فلا الاضافه بتاعته طبعا محدش يقدر ينكرها يعني. الاعنف هي لعبه الوتر بولو طبعا. طبعا ليه طبعا الهاندبول اقوى؟ انا شايف وجهه نظري. لا 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 ايوه الوتر بولو عشان انت يعني الجزء اللي تحت المايه ده هو الجزء معلوش اي كنترول من اي حاجه، معلوش اي رقابه من اي حاجه. ده بلاس طبعا ده معلوش اي رقابه من اي حاجه. فهي لعبه عنيفه جدا، التدخلات فيها عنيفه، انت عشان تتحرك كمان في المايه الموضوع صعب جدا ان انت تتحرك في المايه وتعوم وتغير من وقفتك وانت عايم لواقف تستلم الكوره، بتفايت عشان تبعد مدافع عشان تستلم الكوره. لا الموضوع يعني عنيف جدا صعب يعني. ده لعبه عنيفه، درجه حراره في مصر تحت الصفر، برد جدا. طب هم رايحين جايين وانت واقف مكانك. طب انا احكي لك كوتش موقف. احنا ماتش الفاينل كنا بنلعب في نادي هليوبلس قدام الجزيره. كويس. انا عايز اقول لك ان ميه البسين كانت كولدير بجد. لا لا لا. هي مش ساقعه يعني، احنا متعودين على ميه الساقعه. ما لا كولدير يعني ميه تلج، ميه تشرب منها وانت في الصيف عشان هو السؤال مش دي ميه متدفئه المفروض تقدر لحد 30 تقريبا 29 بس ساعات ممكن بقى يعني ما اعرفش ايه اللي كان حاصل في نادي هليوبلس ساعتها، بس الميه لا الميه ساقعه جدا لدرجه ان هم فعلا بيروحوا وييجوا. انا الهجمه وهي هناك انا في مشكله عندي، مشكله بجد كعضلاتي كبسقع، برجع تاني ابقى عايز اسخن تاني. فكنت بعاني بجد. بتعاني من الموضوع ده؟ يعني حتى الادرينالين موجود والماتش عالي جدا بس حاسس ان الميه ساقعه. ساقعه جدا عليك. ساقعه. لما وصلنا لرميات الجزاء ده اصعب حاجه. اصعب كان لا كمان بالنسبه لي انا كمان كانت من اصعب الحاجات، لان انا شط مرتين يعني. انا بعد ما لان احنا الفرقتين تعادلوا 5-5. لا عايزين نحكي الموضوع. لا ما تجريش كده. لازم لا الموضوع يعني هو نفسيا صعب جدا. انت بتحس ان انت بتشوط في خرم ابره يعني. انا الجون بيطلع قافل لي الجون كله، انا مش عارف هشوط فين. انا كنت اول واحد كمان، حظي ان انا اول واحد بشوط. اول واحد شايط مش نادي جزيره شوط. لا جزيره شوط وبعدين انا بس انت البدايه. بس انا كنت اول واحد في الخمسه. الفرقه يديهم ثقه وربنا يستر. الحمد لله بالظبط. بس الحمد لله عدت. الحمد لله ربنا سترها معايا في المرتين يعني الحمد لله. فكانت نفسيا صعبه جدا. اصعب لحظه عندي كانت في اللحظه يمكن عبد الستار بيشوط فيها. كنت بشوط الاخيره. بتشوط الاخيره؟ هو كان بيشوط الاخيره. فهو شاطها جت في قدامك. بص بدانا اهي يعني. يا ريت توصفوا لي. لا ده من يوسف. ده انا ده تقريبا ده كريم. قول لي مشينا ازاي؟ 1-1 5-5 ولا ايه؟ هو ايكوال، كله ايكوال. احنا لحد 7-7 احنا ايكوال. هي دي يا كابتن خالد، دي الشوطه بتاعت عبد الستار. دي الخمسه بتاعت قلبنا كلنا يعني. هو حط ايده وخبطت في العرض فين ودخلت. الله لا ثواني رجعوا لنا اللقطه دي. اللقطه دي وقعت قلبي بالظبط يعني. قول لي رحت ازاي تشوط البينتي الخامس او رامه الجزاء، رامه الجزاء الخامسه، شطها ازاي؟ باي اعصاب، باي حاجه، وانت عارف دي تمنها بطوله. ده انا هي تمنها بطوله زي ما حضرتك شايف يعني. انا دخلت طبعا سميت قبل ما اخش اشوط. سميت لازم القرار كله. قررت ان انا اغير الزاويه لان انا كنت شوط ضربه جزاء في الماتش كانت في الزاويه الثانيه، فقررت ان انا اغير الزاويه في الكره دي. جت طبعا زي ما حضرتك شفت، جت في ايد الجون وفي العارضه وفي العارضه الثانيه. انا طبعا كل ده وانا بشوفها يعني انا مش مصدق. طب انت هتخش امتى؟ هي دي صح؟ لا مش هي دي. لا تمام. طب قول لي هو رمه الجزاء عندكم لازم بدل طلع لازم يشوط؟ مفيش اي نوع من انواع التهويش اي حاجه. صفاره الحكم بتشوط على طول. بالظبط. كام ثانيه في ياخدها اللعيب لما يطلع ولا على طول؟ هي ثانيه يعني، جزء من الثانيه يعني انت بتلعب فيه. طب قول لي بقى مصطفى عمل ايه في البلنتي السابع؟ بقينا 7-7. 7-7. لا انا ديان عمل حاجه. قول لي. لعب في اعصاب يعني. لعب ازاي؟ ان هو الضربه السادسه راح مبدلني. منزل جون محمد وليد، منزله الضربه السابعه راح اتدخل. هو صغير. صغير بالظبط. راح منزلني تاني في الثامنه، راح اتخبطه في ايدي وفي العارضه واتصدت. راح يوسف بعد كده جاب الاخيره. يعني هي الضربه الرميه الثامنه هي موجوده معانا الرميه الثامنه دي يا جماعه. يا ريت عشان بس مصطفى حتى يستمتع بنفسه. قول لي الرميه الثامنه لما مصطفى صدها. لا ده يعني كلنا كنا يعني مصطفى كان مع كل كوره بيروح لها وبيحاول يجيبها، ما كانش
توفيق كان، ما كانش فيه توفيق من ربنا طبعا، بس اخر كره طبعا كلنا، لان كل ما انت بتبقى واحده وواحده بتبقى العبء النفسي والضغط جامد جدا، سواء على الجون طبعا لان هو بالنسبه له هو حاسس ان هو واقف في بحر طبعا، او بالنسبه لنا احنا ان احنا هنحطها فين في الحته الصغيره اللي الجون بيسمح لنا ان احنا نحطها فيها يعني. فكان مصطفى ان مصطفى يصدها، لا دي ريحتنا كتير جدا. محمد، احتفاظ فريق الاهلي الوتر بول بكاس مصر حملكم عبء كبير قوي لبطوله الدوري اللي جاي. طبعا خلاص كلنا يعني عايزين، كلنا طمعانين، كلنا طمعانين، كلنا عايزين نكسب، كلنا طمعانين في الدوري بقى لنا كذا سنه. النادي الاهلي فريق كره المايه طمعانه في الدوري الدرجه الاولى بقى لها كذا سنه. بنوصل للمراحل النهائيه وربنا ما يوفقناش. محتاجين بقى ان احنا يعني نكسر بقى الحاجز ده، محتاجين ان احنا نرجع الدوري البيت، نرجع الدوري الاهلي. اكيد لحظه الانتصار هي اعظم لحظه بالنسبه للرياضي. طبعا لازم تحكي على اللحظه دي يا مصطفى. والله اللحظه دي هي بجد يعني احنا بنلعب الرياضه وبنتعب كل الشهور، ده تمرين وكل الكلام ده عشان اللحظه زي دي. لحظه انت بترفع الكاس، لحظه انت بتشوف الناس القريبه ليك. محمد رفع الكاس، ابو زيد رفع الكاس صح؟ هو رفع الكاس اهو مبسوط طبعا. بقول لك ايه، مش عايز دي حد طبعا. لا لا طبعا اسالني انا. طبعا كابتن الفرقه اهو، بص بترفع على الاعناق وكل حاجه كابتن الفرقه مازن ده، وانت بتعيط. خلي بالك اللي رفعه على الاعناق ده الفرود الثاني، ده الفرود الثاني بتاع مازن. ما شاء الله بصراحه. هو بحس اهم حاجه الروح، الروح بين الفريق. والله يا مصطفى بحس دايما ان الووتر بولو هي اسره، دي اسره فاميلي. دي حقيقه. موضوع الكوميونتي عندكم مختلف شويه. مختلف شويه يعني، اذا كان من الصغيرين للكبار دايما ملعب الووتر بولو تحس ان هو كلهم يعني اخوات بعض. دي يعني دايما من زمان وانا بلعب الكلام ده وصوله حضرتك. طبعا طبعا يعني هي بتبقى فعلا زي ما حضرتك قلت، هو ده احسن وصف ليها. احنا بنبقى اسره فعلا مع بعض. يعني من يعني الكبير دايما بياخد باله من الصغير، وزي ما مصطفى قال في الاول ان احنا بنحاول نحتوي الصغيرين بالذات لما ابتدوا يطلعوا معانا. وان احنا حتى الفرق الصغيره الناشئه اللي لسه ما طلعتش معانا بنحاول ان احنا في تقسيمات معاتهم، لو احنا واقفين معاهم في تمرين او حاجه نحاول نوجههم، نحاول ان احنا نخليهم احسن، لان طبعا ده هيعود علينا احنا في الاخر، وهيعود على النادي الاهلي طبعا ان هو هيبقى احسن. والصغير بيبص لنا ان هو لا ده انا عايز ابقى زي كابتن مصطفى، زي كابتن عبد الستار. ان هو احنا لا عايزين نحسن من نفسنا وان احنا نوصل له. بصراحه شديده تقول لي ايه الشباب اللي كسبوا معاكم كاس مصر؟ ألف يعني شكر. الكبار خلاص، ألف لكن شكر. الشباب لازم نديهم كلمه. انا الشباب بالنسبه لي في زي في جيل اللي طالع ابتدى أيوة. يعتمد ورقه وهو كلاعيبه عموم يعني مواليد 2001 و2002 و2000 لا يعني عملوا ماتشات حلوه جدا، ريحونا كتير. احنا بنبقى عنصر خبره، بس هم اللي فيهم الصحه، هم اللي بيروحوا طالعين بيجري في الملعب. وديان اعتمد عليهم بصوره كويسه جدا في الموسم دهوت، وهم اثبتوا نفسهم، ويعني لازم يحافظوا على الاداء اللي هم بيعملوه دهوت ويحافظوا على شغلهم علشان المستقبل بتاعهم. احنا بنسلم رايه. محمد، السوشيال ميديا اكيد فيها عوامل واكيد فيها دعم طبعا، وترويش وهزار وضحك وحاجات كتيره. بعد ما كسبتوا البطوله دي ايه اللي حصل؟ لا طبعا في كان في الووتر بولو، في عارف انت في الجروب الووتر بولو. لا طبعا كان في بروباجندا جامده جدا على السوشيال ميديا، كان في الناس كلها فرحانه، سواء كان صحابنا قرايبنا الناس اللي كانت بتلعب ووتر بولو من زمان فرحانه لنا. بس اكيد كله لسه مستني مننا ان احنا نوصل ان احنا نجيب الدوري. هو ده المين بوينت. ده المين بوينت بتاعنا. بس اكيد مصطفى كان ليه شغل على السوشيال ميديا جامد طبعا. ده نجم صح؟ نجم ودكتور وعيادات وحاجات كتير. لا صوت دكتور في ايه؟ اسنان. اسنان فعلا؟ فعلا. يعني انت بتخلص تدريب؟ انا يومي صعب. قول لي يومي صعب جدا. احكي لي على يومك. يعني بروح العياده، بحاول على قد ما اقدر اخلص بدري. انت عارف شغل الدكاتره اكتر ليلي اكتر منه صباحي طبعا، فبحاول اخلص. احنا تمريننا الحمد لله ان احنا تمريننا متاخر، يعني بنبتدي تمرين جيم الساعه 9، بننزل الميه 10، ف 10 بالنسبه لي مقبوله جدا. فالجيم بتخلع منه؟ مش بخلع منه، بس بحاول ايام بحاول اوفق بين الرياضه والطب. يعني بحاول ايام خلاص بخلص العياده متاخر فطبعا ما بقدرش اروح، وفي ايام تانية بحاول اظبط يعني بوفق بين الاثنين عشان بحب المكان ده. يعني انا بلعب كره الميه حبا في كره الميه، وانا الحلم بتاعي الاكبر اللي هو عشان بعد كده يبقى انا حققت حاجه للنادي، اللي انا بقول لك نرجع الدوري. بس هو يومي صعب. انا بقول لك يومي صعب كلنا والله. ولا مره محمد شافي. انا شغال في بنك امارات دبي. في بنك. نفس الكلام، بس انت صباحي ده مسائي؟ ده لا بس انا صباحي ومسائي والله كل حاجه. بس صباحي ممكن نخلص لحد متاخر، يعني نقعد لحد الساعه 7 8 عادي جدا. ونخلص نطلع على التمرين. محمد بتشتغل في ايه؟
انا شغال في مؤسسه ماليه برضو. كلكم بنوك؟ اه ما شاء الله معظمنا في يعني وفي لا ولا وفي معانا مهندسين. لا 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 الفلوس ده مش عايزين فلوس. مفيش فلوس الحمد لله مستوره اكيد. طب من وجهه نظري ان رياضه الوتر بولو تروح حته تانية لان في نجوم كتيره فعلا فيها، ليه مش موجودين في الاولمبياد؟ هو زي ما قلت لحضرتك يعني هو موضوع احنا سبق اتكلمنا على الاحتراف، فبالتالي نفس الكلام بالنسبه للاولمبيك جيمز. لازم يبقى عندك اعداد بدني واعداد للفرقه من بدري قوي، تعد جيل ان هو هيلعب الاولمبيكس دي، تعده بقى من بدري زي ما كوتش ديان قال كده، تعده من بدري سنتين ثلاثه، تبتدي تطلعه معسكرات، تبتدي تطلعه يلعب في بطولات دوليه عشان تاهله ان هو يلعب مع الفرق الفيرست كلاس. ببارك لكم واقول لكم الف مبروك، فعلا كنت نجوم ولسه مستنيين كتير يا مصطفى. خلي بالك عايز اخد منك كلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي، تقول لهم ايه؟ احنا هقول لجمهور كره الميه في النادي الاهلي سبيشلي جمهور كره الميه ان احنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ناخد الدوري. احنا معانا جيل واعد والمنافسين بتوعنا واعدين طبعا، منافسه تبقى قويه جدا في الدوري بيننا وبين نادي الجزيره ونادي هليوبلس. بس ان شاء الله يعني ان شاء الله الدوري في الاهلي، الدوري بقاله 13 او 14 سنه ما دخلش النادي. فانا واثق في الجيل ده باذن الله، واثق في روح الفريق مع بعض، واثق في مدربي، واثق في ادارتي، واثق في كل حاجه ان شاء الله اللي احنا هنتقابل واحنا ابطال الدوري. هنتقابل باذن الله ابطال الدوري. محمد قول لي كلمه اخيره لجمهور الاهلي او جمهور الوتر بول في النادي الاهلي. هو زي ما مصطفى قال برضو احنا بنوعدهم بالدوري، هي دي الرايه اللي احنا هنسلمها ان شاء الله، يعني سواء ابو زديره او مصطفى ان شاء الله هنسلم رايه الدوري للفرقه اللي بعدينا او للجيل اللي بعدينا عشان يبتدوا بقى ان هم يكملوا بعدين بالدوري وبالكاس وكل البطولات في الاهلي ان شاء الله. افريقيا في الكوره انت ده انت الدوري وافريقيا دوري دوري ووتر بولو وافريقيا في الكوره. لا عاجبني. ماتشات بتروح وكده؟ مش بروح عشان شغلي وتماريني، بس متابع للاهلي رهيب. طبعا متعصب. محمد كلمه اخيره لعيبتك عشان احنا بقينا لازم نختم. ألف شكر ليهم، دي أول حاجة لازم أقولها، من أصغر لعيب معايا في الفريق لأكبر واحد معايا لازم أنا أشكره على المجهود. في ناس عندنا في غيابات وفي ناس مش متواجدة، نفسنا أن هم يبقوا معانا وربنا يكرم ويرجعوا لنا بسرعة. المشوار قدامنا لسه طويل، لسه قدامنا فترة وقدامنا مجهود كبير قوي ان شاء الله، ربنا يكرم عشان يجي زي ما مصطفى وعبد الستار بيقول ان احنا نبقى قاعدين معاك شهر 4 ان شاء الله، وقاعدين قاعدين بقى بالكاسين بقى دوري وكاس وكل حاجه نبقى قاعدين كل فرقه بقى باذن الله. باذن الله ان شاء الله. مبروك ليكم كلكم، مبروك للنادي الاهلي، بطوله مهمه كاس مصر والاحتفاظ بيها كان اصعب، لكن منتظرين دوري كره الميه من لاعبينا الكبار اللي قدامنا. بشكركم والى اللقاء. شكرا.